هعمل ايه؟ كل ده محتاج مجهود ومحتاج شغل. انا هجيب البرواز اللي عندي هنا اهو اللي انا عملته، وهسقطه فين؟ في وسط الخلية. هسقطه ثالث برواز، يعني هسحب دول كده واسحب دول كده. طبعا دي كلها كانت شغل جديد وطرق جديدة وشغالة زي ما انتم شايفين اهو. اللي فوق ده بروبليس، هجمع نازل انا البرواز، النحلة يبدأ يشتغل عليه. خلاص بقرب عليه البروازين اللي جنبه عشان النحل يضغط عليهم ويشتغل اهو، وهبدأ احط له حتة من الزايدة دي عشان ارد الايه البرواز ده لجوه اهو، عشان ارده لجوه اهو. هحط هنا برواز بقى من دول، او اجيب البرواز الثاني اللي احنا قطعناه. ماشي، برضو نفس القصة، هرد له الشمع بتاعه اللي جوه ده، هحط له دي كده علشان يبقى في المنتصف بالظبط، يبدأ يشتغل وهو صح اهو. ونجمع دول تاني مرة تانية كده، هيبدأ النحل يشتغل على البروازين الجداد. هنا هنعمل ايه؟ طبعا دي موضوع كبير اهو. النحل عشان اتأخرنا عليه عمل برويزة اهو، ماشي، في الخلية. طبعا احنا حطينا هنا بروازين جداد، دول هنعمل فيهم ايه؟ هنشيلهم ازاي؟ لان بص ده دور اهو برواز، وعمل برواز هنا اهو اتنين تاني، والتالت كان بادئ برضو يشتغل فيه اهو اهو اهو. احنا بقى هنشيل دول برضو، هنحطهم في برواز فاضية ونبدأ نشوف هنشتغل وهنعمل ايه. خلاص مع بعض كده. اول حاجة هنستخدم المدخن، وده اساس للنحال، عشان انا عايز افضي النحل اللي موجود ده كله افضيه في الايه؟ في الخلية. بس الاول احاول اشيل قدر الامكان البراويز اللي النحل عاملها دول، الشمع الزوايد دي، عشان هنحطهم في خلية اهو. هنشيل برضو جزئين على جزئين اهو، ماشي، بنشفيه كده من على البلاستيك اهو. الجزء الاولاني شلناه، طبعا فيه عسل، ده فيه عسل اهو، هنحط الواحد دول برضو هنشيلها الزوايد دي اهو. ده هو اللي النحل عامله من عنده، مفيش تدخل من عندنا خالص، عشان الناس بيقولوا الشمع ومش الشمع، لا، النحل اللي عامل كل الكلام ده. هنشيل الجزء ده برضو اهو اهو. الخلية اللي كان فيها المشكلة دي نحلها موجود معاها اهو. النحل ده انا محتاج دول هنقلهم على الخلية الاخيرة اهم، محتاجهم هناك. خلاص اشيل كده دي، اجيبها هنا، الطرد ده، واحط دي هنا. خلاص، واودي دي مكانها هناك. يبقى انا كده وديت شوية ايه، نقلت شوية نحل على الخلية اللي هناك. ماشي، هعمل ايه بقى بعد ما انقل النحل ده؟ لازم ادخن لها من الاول، لازم ندخن على الخلية من الاول علشان يقبل النحل. احنا طبعا الوقت متأخر شوية، بس احنا جينا متأخرين النهاردة وبنصور متأخرين. انا حطيت شوية نحل اهو، وهنجيب لها برواز بعد كده نزودولها برضو كل حاجة. بس احنا هنكمل بقى، نقفل الخلية بتاعتنا دي اللي كان فيها الزوايد ديت، واحنا حطينا لها
حطينا لها بروازين فاضيين. قفلنا دي خلاص. هنبدا نشوف الشمع ده، هنخليه للاخر خالص عشان مفيش وقت دلوقتي. احاول اخلص شغلي وبعد كده دول هنقلهم برضو وهتشوفهم هيتنقلوا ازاي، لان عايزين ليهم بروازين مفهومش شمع خالص عشان يدخلوا فيهم. هندخل بقى الخليه الاولانيه هنا. دي للاخر اهي، بسم الله ما شاء الله. هنجيب المدخن بس عشان ايه ندخلها شويه، ناخد بقى منها برواز للخليه اللي في الاخر اللي احنا لسه بننشئها، ماشي. وطبعا احنا لما ناخد برواز بنحط مكانه برواز شمع عشان يشتغل فيه. يعني هناخد اي برواز اهو، بس لازم نبص على البرواز ده ان ما يكونش فيه الملكه، ما يكونش الملكه موجوده فيه، لان لو الملكه موجوده فيه يبقى عطلنا الخليه على ما يطلع ملكه جديده وتبدا تشتغل، هتاخد لها يجي 15 20 يوم. هنشوف البرواز الثاني ده الافضل منهم نوديه، ده في حضنه وده في حضنه، هنشوف الافضل هنوديه. خلينا في الاخير اللي ايه الاولان اللي كان معانا. طبعا الوقت متاخر، الشمس غابت، داخلين على المغرب. الملكه لازم الواحد يبص عليها كويس، لان ممكن تبقى مداريه في اي مكان، في اي مجموعه نحل تكون موجوده على برواز في الجنب كده على الخشب. لازم نبص عليها كويس مره واثنين علشان ما نفقدش الملكة والخلية تتأخر وتبوظ. احنا كده تقريبا هنا كده الملكة شكلها مش موجودة هنا اهي، ماشي كده. احنا هنودي البرواز على هناك، هننقله في الاخر. بص بصة تانية أخيرة قبل ما ننقل البرواز. كده خلاص خدنا قرارنا بإن احنا هننقل البرواز فعلا. خلاص اهو وضعنا البرواز في الداخل، ماشي. والخلية دي هنغطي عليها دلوقتي، هنغطي عليها بالغطا بتاعها. هناخد الغطا ده ننقله الاول وبعد كده نجمع نفسنا في الخليه التانيه. هنحط برواز مكانه هنا. لازم الخليه تشال منها نحل ببرويزه، يعني اشيل البرواز كده بنحله انقله في خليه ضعيفه وابدا احط مكانه برواز او بروازين، فانا هشيل دير اخر يبداوا يشتغلوا عليه. يعني ده كله حضن اهو. طبعا النحل بيبدا الدنيا هتضلم، بيبدا النحل بيبقى اكثر شراسه. لازم ابص برضو في البرواز ده هل فيه ملكه ولا لا عشان اوديه برضو هناك. طبعا معانا استاذنا الاستاذ عبد الفتاح، هو دلوقتي داخل علشان هو صايم وهيفطر. ادخل يا استاذ عبد الفتاح بالسلامة. سلامة الله، جزاك الله خير، الله يخليك يا باشا. وفي عسل، في عسل بينزل من البرواز لان يعني الجو حر دلوقتي. انا برضو هنا مش شايف الملكة. ضروري طبعا اي برواز يتنقل يا جماعه ان هو تكون متاكد تماما ان البرواز ده ما فيهوش الملكه، لان الملكه هي اللي حاطه البيض ده وهي اللي شغاله، والخليه دي بتاعتها. لو احنا نقلناها بدون قصد كده يبقى احنا بنخسر الخليه.
ملك هتقعد لها يجي 25 يوم على ما تطلع وتشتغل، فيكون الخلية ضعفت في الفترة دي. طبعا احنا عمالين نزود الخلية اللي قدامنا دي، هي كده كده فيها ملك ماشي، عشان كده احنا بنزود لها الخلية. يبقى احنا هناخد بروزين من دول ماشي، هنحطهم هنا، نحط برواز هنا وهنقل بروازين فاصل بين دول ودول، واروح حاطط ايه البرواز التاني. يبقى مهم قوي ان انا انسق البراويز بتاعتي داخل الخليه، لان لو حطيت الاثنين جنب بعض يبقى النحل مش هيقدر يشتغل على الاثنين، وعشان كده يبقى لازم افرق بينهم. كده هنقسم، هنظبط الخليه وهنغطي الخليه، وان شاء الله مع بعض ان شاء الله. Yeah.